الحسينُ وزينب عليهم السلام حجتان من حجج الله على خلقه، فهما في الدنيا نموذجان يطالبنا ربنا بالاقتداء بهما في الدنيا، وسوف يحتج بهما يوم نلقاه. أثبت الحسين عليه السلام بثورته أن الالتزام بالدين لا يجوز أن يخضع للأهواء والمساومات مهما كانت الظروف ومهما كانت العقبات. لم تدم سلطة بني أمية بعد مقتل الحسين إلا 60 عاما، وهو عمر شخص واحد في هذه الدنيا. فقد بدأت دولتهم بثعلب مكار وانتهت بسقوط مروان الحمار، وكان قتلهم للحسين هو الذي أصاب إمبراطوريتهم بالمقتل. فبعد عاشوراء بدأت هذه الإمبراطورية تتآكل يوما بعد يوم من الداخل، حتى سقطت في مزبلة التاريخ من دون أن يترحم عليها إلا من كان على شاكلتهم من الثعالب والحمير. استقبال عشرات السيوف والرماح تحملاً للمسؤولية بدل الهروب عنها، واختيار الموت بدل الاستسلام للباطل، ليس إلا من شيمة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. المؤمنون استثناء بين الناس، والرجال الصادقون من المؤمنين استثناء بين المؤمنين، والأبطال فيهم استثناء بين الرجال الصادقين، والشهداء منهم استثناء بين الأبطال. أما الحسين بين كل هؤلاء فهو الاستثناء الأكبر في التاريخ، فنهضته لا مثيل لها، وشهادته لا نظير لها، وشجاعته لا شبيه لها، فهو صفوة الصفوة ومثال لغيره ونموذج، وليس غيره مثالا له أو نموذج.